أهلا بسادة المتابعين والمتابعات والأصدقاء والصديقات والمشاهدين والمشاهدات في هذا العدد الجديد من السلسلة العامة في نقد المنظومة الدينية. هذا العدد راح يكون العدد 170 من السلسلة العامة، راح يكون العدد 103 من السلسلة التاريخية النص الثاني اللي هو الحديث النبوي، وراح نكمل في الحلقة 34 من محور حركة الترجمة وتفكيك وهم الحضارة الإسلامية. دخلنا في الحلقة السابقة في صميم موضوع حركة الترجمة. سعيد، أنا من دون إطالة نرحب بك ونخلي لك الكلمة. أهلا بك. اهلا بك، مرحبا بك فتحي، ونرحب بالاصدقاء المتابعين. اذا في الحلقه الماضيه دخلنا في صميم مساله الترجمه، وبدينا نتكلموا مع هذا المرجع اللي هو تاريخ الفكر العربي للدكتور عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون، وقلنا انه صادر عن دار العلم للملايين بيروت الطبعه الثانيه 1981، الطبعه الثالثه عفوا 1981. في صفحه 266 يشير إلى ويتكلم عن نقطة من المفيد إشارة إليها، لأنها قد تساعد على فهم بعض الأشياء. احنا شفنا بأن رأينا سابقا بأن الكيميائي الشهير جابر بن حيان الذي كفروه، وشفنا ما حدث له بالتفصيل، لا نعيده. إذا جابر بن حيان كان يعرف أنه من تلاميذ جعفر الصادق، وهو الإمام السادس، الإمام الشيعي الإمامي الاثنى عشر السادس، الإمام الشيعة السادس من آل البيت، يعني من ذرية الحسين ابن علي. ف جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق، وهو الذي ينسب إليه المذهب الجعفري المشهور، وهو كما قلنا الإمام السادس للشيعة الإمامية الاثنى عشرية، كان يعرف أن من المعروف أو عند بعض المؤرخين أو كثير من المؤرخين يقولون بأن جابر بن حيان كان من تلاميذ جعفر الصادق، كان من تلاميذ الإمام جعفر الصادق. وفي صفحة 268 يتكلم، يقول: نسب إلى الإمام جعفر آثار من العلوم الخفية من الكيمياء والسحر والسيمياء والتنجيم، وليس لذلك سند من كتب العلم الموثوقة. وقال نفر من مؤرخ العلم والفلسفه بان جابر بن حيان الذي يقال انه اشتهر في النصف الثاني من القرن الثاني للهجره، الثلث الاخير من القرن التاسع للميلاد، وبرع في الكيمياء خاصه، يقال انه كان من تلاميذ الامام جعفر الصادق، وهذا ايضا قول لا سند له موثوق. هذا طبعا هذا كلام الدكتور عمر فروخ، ولكن الشيعه الباحثون الشيعه والفقهاء الشيعه يؤكدون ان جابر بن حيان كان من تلاميذ جعفر صادق، هم يؤكدون هذه المعلومة عندهم. لكن عمر فروخ بوصفه ينتمي إلى الفضاء السني، هو لا يثق في هذه المعلومة. يعني باش نقوله، باش نبين، أقول هذا لأبين بأن هذه المسألة نسبية، يعني لتنسيب الموضوع. يقول إن الأقوال في حياة جابر بن حيان متضاربة جدا، ثم إن ما نسب إلى جابر من العلوم على شهرة ذلك في الشرق والغرب معا يجب أن يكون من نتاج زمن متأخر. طبعا هذا رأيه، ولكن إلى اليوم معروف، يعني من المعروف جدا، يعني الشهير والمتداول والمتعارف عند الشيعة الاثني عشرية بالخصوص، فضلا عن الآخرين الإسماعيلية والزيدية وغيرهم، أن الإمام جعفر الصادق والأئمة بشكل عام كانت عندهم معرفة بما يسمى العلوم الخفية، ويسموها أيضا العلوم الشريفة، مثل الكيمياء والتنجيم وغير ذلك، والسيمياء الالشيمي اكسترا. دونك علوم، يعني ائمه آل البيت معروف عنهم عند الشيعة بشكل عام، معروف عنهم انهم كانوا يملكون هذه العلوم. هذا شيء حتى طبعا واهل السنه منهم من يصحح هذا الكلام، منهم من يرفضه. هذا ليس من موضوعنا، لا دخل لنا بهذا الموضوع. احنا حبينا فقط، اردت ان اشير فقط إلى هذه المسألة. إذا يقول هنا الآن، يتكلم عن في صفحة 271، يتكلم عمر فروخ عن بدء النقل والترجمة، كيف بدأ النقل وكيف بدأت الترجمة. يقول صفحة 271: تجمع المصادر والمراجع على أن اهتمام العرب بالعلوم اليونانية خاصة بدأ منذ العصر الأموي، وهم يذكرون أن خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 85 هجرياً، لما يئس من الفوز بالخلافة بعد انتقال الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني،
انقلب إلى العلم ودرس الكيمياء خاصة على راهب إسكندراني اسمه ماريانوس، ثم أمر بنقل كتب الكيمياء يعني الصنعة إلى العربية. وكذلك بدأ نقل الطب في العصر الأموي أيضا، ولكن لم يصل إليه شيء مكتوب من العصر الأموي، يعني لم تصل إلينا أي ترجمة للطب من العصر الأموي، ما وصلتناش. لكن المؤرخين حسب عمر فروخ يقول أن حتى ترجمة الطب ونقل الطب بدأ في العصر الأموي. أما النقول غير العلمية من العربية إلى من غير العربية إلى العربية فكانت كثيرة منذ العصر الجاهلي. إن وفادات العرب وسفاراتهم إلى بلاط فارس في الأكثر وإلى بلاط القسطنطينية في الأقل، كرحلة القيس إلى القسطنطينية مثلا، كانت تقتضي أن يكون ثمة نقل بين العرب وبين الفرس والروم، من العربية إلى الفارسية واليونانية ومنهما إلى العربية. طبعا هذه مسألة معروفة، نحن تكلمنا عنها بالتفصيل، احنا ما نروحش. ولماذا نذهب بعيدا؟ ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة زوجة الرسول عليه السلام كان يترجم من السريانية ويترجم من العبرية إلى العربية، ويترجم من التوراة ومن الأنجيل، يعني كان الترجمة كانت موجودة في مكة وظاهرة معروفة قبل الإسلام، يعني ليست مسألة جديدة. ولا يستغرب أيضا، أنا شخصيا لا أستبعد أنه كانوا حتى ناس يترجمون من اليونانية في مكة، لأنه كانوا كاينين الروم أيضا في مكة، ذوك العبيد الصناع الذين استعبدوا في الحروب وبيعوا في الأسواق وجيء بهم إلى مكة، ومنهم هذا الذي كان يذكره القرآن: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. منهم هذا، ومنهم صهيب الرومي اللي أصبح صحابي وهو رومي إلى غما، يعني جاي من البيئة الرومانية، يعني من بيزنطة. صهيب الرومي صحابي بيزنطي في الأصل هو، وعاش في مكة وأصبح تثقف بالثقافة المكية، لكن أصله بيزنطي. إذن وكذلك يقول: وكذلك يبدو أنه كانت ثمة منذ الجاهلية نقول تامة أو جزئية من التوراة والإنجيل الموجودين بأيدي الناس. ففي الأدب العربي دلالات على أن مثل هذه النقول كانت موجودة ومعروفة، وهذا شيء قلناه وهو واضح ومعروف. ومن أبرز ميزات الدور الأول للنقل الذي انتهى في خلافة أبي جعفر المنصور، طبعا العباسي، المنصور العباسي، أن الأفراد كانوا يقومون بالنقل رغبة منهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن المقفع المشهور حينما نقل بعض كتب السلوك من الفارسية إلى العربية. وينسب لعبد الله بن المقفع هذا نقل بعض كتب أرسطو في المنطق، ثم كتاب إيساغوجي لفارفوريوس، وشيء من الطب من الفارسية إلى العربية. ولكن لعل هنالك رجل آخر اسمه عبد الله بن المقفع ابن ساويرس نقل كتب الفلسفة والمنطق والطب التي ينسب نقلها وهما إلى عبد الله بن المقفع صاحب كتاب كليلة ودمنة. طبعا هناك اشتباه أنه فيه اثنين ابن المقفع، مش واحد عبد الله بن المقفع. هناك من يقول كاين شخصيتان فارسيتان بنفس الاسم عبد الله بن مقفع، واحد هو الوزير المشهور اللي نقل وترجم كليلة ودمنة، والآخر هو شخص آخر نقل كتبا أخرى ولم يكن وزيرا، ليس نفس الشخص، مثقف ولكن ليس لم يكن من الوزراء. ومنذ أيام أبي جعفر المنصور أصبح النقل في رعاية الدولة، وعلى ذلك سار هارون الرشيد والمأمون، فاتسعت حركة النقل من اليونانية إلى العربية. إذن الشيء الذي يميز حركة النقل، في الفرق بين حركة بين النقل والترجمة في الدولة الأموية والدولة العباسية، أن في الدولة الأموية كانت اجتهاد شخص فقط، مش الدولة، مش سياسة الدولة، كان اجتهاد معاوية كما قلنا، هذا خالد بن يزيد بن معاوية الذي لم يفز بالخلافة فذهب إلى العلوم وأراد أن يترجم، واجتهد واشتغل في مسألة ترجمة ونقل العلوم. إذن اجتهاد شخصي فردي. أما في العصر العباسي فقد أصبحت الترجمة وظيفة الدولة، أصبحت برنامج، بروغرام دانيتا، يعني برنامج دولة ومشروع دولة، بروجي إيتاتيك. هذا هو الفرق الأساسي. إذن الترجمة في العصر الأموي اجتهاد فرد أو ربما بعض الأفراد، بينما في العصر العباسي الترجمة تحولت إلى مشروع دولة، إلى مشروع رسمي، مشروع دولة. يقول صفحة 273: ولما جاء المأمون واتسعت دائرة النقل كثيرا أنشأ دار الحكمة في بغداد، ووقف عليها الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية للعربية.
أما سبب اتساع تلك الحركة في عهد المأمون فهو أن المأمون لما انتصر على الروم وعلم بكتب الفلسفة المخزونة عندهم اهتبل الفرصة، يعني اغتنم الفرصة وأحب أن يأخذ في شروط الصلح مكان المال كتبا، وقد ظن نوفيليوس ملك الروم ذلك كسبا. أما المأمون فعده نعمة عظيمة. وكان ملوك اليونان لما انتصرت النصرانية في بلادها قد جمعوا كتب الحكمة من أيدي الناس وجعلوها في هيكل قديم وأغلقوا بابه. طبعا احنا نعرف بأن الدولة البيزنطية الرومانية في العصر العباسي كانت مسيحية، وبالتالي هي الدولة المسيحية الدولة البيزنطية عندما تروّمت أو تنصرت أو تمسحت أغلقت الباب واضطهدت الفلاسفة وأغلقت حجرت على كتب الفلسفة وجمعوها وأخفوها في الأقبية وفي المغارات، يعني أغلقوا عليها، أغلق على كتب الفلسفة في العصر البيزنطي لأن السلطة أصبحت سلطة الكنيسة وأصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة، فأصبحت الدولة تحارب الفلسفة. وبالتالي هذه الكتب التي كانت مخفية ومكنوزة طلبها المأمون ومن شروط في شروطه للصلح مع بيزنطة وطلبها لتترجم له، وهكذا كان الحال. يقول فنقل كتب الفلسفة اليونانية كما كان سياسة للدولة وحبا بالعلم من الأفراد. أما النقل الآن ينتقل عمر فرخ للكلام عن طبقات النقل. يقول كان هناك أفراد، صفحة 275، كان هناك أفراد منذ العصر الأموي نقلوا الكتب ابتداء من عند أنفسهم أو بطلب من غيرهم. من هؤلاء استيفان القديم، وهو استيفانوس الإسكندراني، ثم عبد الله ابن المقفع. هذو المجموعة الأولى. المجموعة الثانية هما آل ماسر جويه، أولهم ماسر جويه الطبيب، وكان يهودي الدين، سرياني اللغة، بصري الدار. سنرى أن المترجمين كما قلنا جميعا كانوا إما من السريان المسيحيين أو من اليهود أو من الفرس أو من الهنود أحيانا، ولم يكن هناك مترجمون من العرب، يعني كل الذين قاموا بالترجمة ليس فيهم، لم يكن فيهم ولا واحد من أصل عربي. إذن ويقال إنه بدأ بالنقل منذ أيام الدولة الأموية قبل خلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر مسر جويه حتى أدرك أبا نواس. وقد نقل مسر جويه كتاب القس ابن أعين أهرن ابن أعين الإسكندراني، ولمسر جويه أيضا مجموع في الغذاء وكتاب في العين. المجموعة الثالثة من المترجمين وهما أسرة بختيشوع المشهورة، آل بختيشوع المشهورين، وهم نصارى نصاطرة كانت لغتهم السريانية، وقد اشتهر منهم في صناعة الطب 6 أجيال. فمنهم جورجيس ابن بختيشوع، كان طبيبا ماهرا وكان رئيسا للأطباء في مارستان. مارستان يعني مستشفى مارستان جندي سابور، استقدمه المنصور إلى بغداد ليداويه ثم جعله طبيبه الخاص. وكان جورجيس ناقلا من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية، ويقال إن له كناشا مشهورا في الطب نقله حنين بن إسحاق إلى العربية. أيضا ابن جورجيس هو ابنه بختيشوع، ايضا كان ايضا من المهره ومن اطباء المهره والمترجمين. وايضا وهذا بختيشوع كان رئيس الاطباء في عصر هارون الرشيد، تقريبا وزير الصحه، وزير الصحه بتاع هارون الرشيد الخليفه العباسي. وايضا جبرائيل ابن بختيشوع، يعني حفيد الان الحفيد جبرائيل ابن بختيشوع، كان طبيبا خدم هارون الرشيد 23 سنه، ثم خدم الامين والمامون، يعني كان وزير الصحة في عصر 3 خلفاء عباسيين. وله عدة رسائل. وأيضا وتوالى نفر من آل بختيشوع اشتغلوا بالطب وبالنقل، منهم بختيشوع بن جبرائيل وجبرائيل بن عبد الله وعبد الله بن جبرائيل. وأيضا أسرة ماسويه أو ماسويه، كان ماسويه تلميذا في مارستان جندي سابور، فغضب عليه جبرائيل بن بختيشوع وأخرجه منه، فجاء إلى بغداد واختص في التكحيل. يعني تكحيل يعني الأوفتالمولوجي، طب العيون، يسموه التكحيل ذاك الوقت طب العيون، ولقي توفيقا عظيما، وكان مسيحيا سريانيا. وجاء بعد ماسويه ابنه أبو زكريا يوحنا، ابن ماسويه أيضا السرياني، وكان فاضلا خبيرا بصناعة الطب، وله الرشيد ترجمة كتب يونانية وجدها في أنقرة وعمورية.
وقد توفي يوحنا في سامراء سنة 243، ولابن مساويه تصانيف، عدة تصانيف، طبعا له عدة كتب لا نذكرها. وكان أيضا ابنه ميخائيل ابن مساويه وهو أخو يوحنا كان طبيبا مقتدرا معتدا بنفسه، لا يقيم وزنا لغيره من الأطباء، ولكنه كان يصيب التطبيب، يعني كان يتقن ويعرف التطبيب. وهناك عدد من النقل أكثر شهرة من أصحاب تلك الطبقات، كآل حنين وآل ثابت بن قرة، وهذا كلهم من الصابئة أيضا الحرانيين، وآل موسى المنجم سنخص نفرا منهم بفصول الموجزة، كما أن هناك نفرا أقل شهرة منهم الحجاج بن المطران المسيحي، ويحيى بن البطريق، وعبد المسيح بن الناعمي الحمصي، وحبيش بن الحسن بن أخت حنين بن إسحاق، وأبو بشر متى بن يونس القنائي، وأبو علي بن زرع. إذن هذو كلهم من هذو طبعا بعض، هناك طبعا قائمة أطول سننقلها لاحقا في الحلقات المقبلة. أسلوب النقل، طبعا هنا أسلوب النقل لا يهمنا، الترجمة هناك أنواع من الترجمة، هو يذكر أنواع الترجمة ثم يذكر تفاصيل عن حياة هؤلاء المترجمين. يبدأ بحنين بن إسحاق وثابت ابن قرة وإسحاق ابن حنين، ثم قسطة ابن لوقا، وهو يوناني الأصل، يوناني الأصل، عاش في بعلبك فعرف بالبعلبكي، ثم عاد إلى العراق وجلب معه تصانيف يونانية كثيرة، واستقر في بغداد لينقلها من اليونانية إلى العربية. كان قسطة ابن لوقا مقتدرا في الرياضيات والفلك والمنطق والطب والموسيقى، ثم إنه كان بارع في اليونانية وفي اللغات اليونانية والسريانية والعربية، جيد النقل، نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى العربية وأصبح مقولا قديما. طبعا هذو كلهم الذين ذكرناهم كانوا يتقنون العربية إضافة إلى لغاتهم السريانية واليونانية والفارسية والعبرية والهندية، كلهم كانوا إضافة إلى لغاتهم الأصلية يتقنون العربية، ولذلك كانوا مترجمين. أيضا سنان بن ثابت بن قرة، هذا قلنا صبي، هذو عائلة قرة أو ابن أبناء قرة، هذو من الصابئة المندائيين، من الصابئة أو الحرانيين. كان أيضا له قوة ومعرفة بالعلوم ومهارة في الطب وعلم الهيئة. ويقول لك وله يرجع الفضل في انتشار المستشفيات بمارستانات السيارة. هذا سنان بن ثابت اخترع لي 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 كمان مستشفيات كيف اسمها بالرومية؟ زوبيتو لي زوبيتو امبولان، المستشفيات المتنقلة، اخترع مستشفيات متنقلة، مستشفى متنقل، هذا أول من اخترعها هذا سنان ابن ثابت بن قرة الصابئي، مستشفيات بمارستانات السيارة، واخترع الزيارات الطبية في وقته، هو اللي سمح للعائلات بزيارة المرضى، أنه دار لهم وقت يعني ديزور دو فيزيت، وقت لزيارة المرضى. وأيضا بدأ اخترع شيء آخر، وهو مستشفيات السجون بمارستانات داخل السجون، وين لما المسجون يمرض يعالج داخل السجن في مستشفى السجن، وتنقل إليه الأدوية إلى آخره. وكذلك هذا سنان بن ثابت الصابئي أنشأ في بغداد مستشفى خاص بالفقراء لمعالجة الفقراء، هذا كله في صفحة 283. وله عدة كتب، ومن بين كتبه عنده كتاب في شرح مذهب الصابئة أو ديانة الصابئة التي ينتمي إليها. أيضا من هؤلاء المترجمين يحيى ابن عدي. يحيى ابن عدي أيضا أخذ العلم والطب عن الطبيب النستوري أبي بشر متى ابن يونس، وأيضا درس على الفارابي الفيلسوف وغيرهما. وهذا كان مسيحي، هذا يحيى ابن عدي كان مسيحي النحلة، دافع عن إيمان الكنيسة السريانية والمعتقدات النصرانية، ولا سيما فيما يتعلق بالتثليث، وانتهت إليه رئاسة أهل المنطق في أيامه، وكانت له تصانيف وتفاسير ونقول، وكان فوق ذلك كثير النسخ، نسخ تفسير الطبري مرتين، كان ينسخ كذلك، يشتغل شغل سكريب يعني،
نسخ تفسير الطبري مرتين، ونسخ من كتب المتكلمين ما لا يحصى، وكذلك كان يصلح نقول الآخرين، يعني يصحح الكتب، كان يصحح الكتب المنسوخة. وله رسالة في تهذيب الأخلاق، وكتب كثيرة أخرى، منها كتب في الردود الدينية، الردود على يعني على المذاهب الأخرى. إذن هذا بالنسبة لحركة الترجمة بشكل عام. عندنا كتاب مصدر آخر أو مرجع عفوا آخر، وهو هذا المرجع من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دكتور محمد عبد الرحمن مرحبا، دكتور محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات ومنشورات البحر المتوسط بيروت وباريس، طبعة ثانية 1981. هذا أيضا يتكلم عن نفس الموضوع، يتكلم أيضا بالتفصيل عن حركة الترجمة، ويجيب تفاصيل ربما ما جابهاش الدكتور عمر فروخ. يتكلم عن دور السريان، وطبعا هذا تكلمنا عليه بالتفصيل، دور السريان في الترجمة. هنا يتكلم عن في صفحة 297، يتكلم عن العوامل والأسباب التي دفعت المسلمين إلى ترجمة الكتب الفلسفية. احنا قلنا إلى اللغة العربية، احنا قلنا بأن مش قضية دفع المسلمين، لأنه هذا كلام ايديولوجيا، هذا مش واقع، مش تاريخ. التاريخ يقول أنه ليس المسلمون هم الذين قرروا الترجمة، كما قال الدكتور كبير علال وشفناه في الحلقات الماضية، الباحث الجزائري، ليس المسلمون هم من قرروا الترجمة، وإنما الدولة العباسية، قرار سياسي، الترجمة هي قرار سياسي من فوق. يعني لو أن المسألة بقيت للقرار المسلمين لكان الفقهاء رافضوا الترجمة، لأن الفقهاء كانوا يكفرون من يشتغل بهذه العلوم المترجمة، علوم الأوائل. الترجمة فرضت بسياسة الدولة العباسية، ولم تكن اختيار المسلمين، ولا المسلمون فكروا فيها، ولا من يحزن. إذن حتى هذا كلام إيديولوجي، يعني هذا غير لا يليق بال، ليس كلام بحثي، يعني كلام إيديولوجي. ثم يتكلم عن العصر الذهبي للترجمة، يقول كان الخلفاء يتخذون من المسيحيين وزراء وشعراء وأطباء وأرباب صناعات وحرف، وحصنوا محضوا السلطان ولاءهم، محضوا السلطان ولاءهم ووفاءهم. طبعا هذا أيضا شيء معروف. السوريان كانت لهم حرية دينية، هذا أيضا شيء معروف، وبالخصوص هذه الحرية الدينية في هذه لم تكن في كل العصر العباسي، كانت فقط بشكل خاص في عصر المأمون، هذه سياسة المأمون، الحرية الدينية سياسة المأمون، أما بقية الخلفاء العباسيين لم يكونوا يعملون بالحرية الدينية، اللي كان فعلا طبقها هو المأمون فقط، ابن هارون الرشيد، الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، فعلا في وقته في زمنه كانت فعلا هناك حريات دينية ومذهبية. ويذكر طبعا كل الأسماء، ماريانوس الرومي اللي كنا ذكرناه، كل الأسماء أيضا يذكرها. ويقول أنه هنا هارون الرشيد وابنه المأمون وعين سهيل بن هارون مشرفا على بيت الحكمة، وهذا نظن هذه المعلومة أيضا نظن كنا قد ذكرناها في حلقات ماضية. إذن يقول في بيت الحكمة كان يعمل عدد كبير من النقل عن اللغة اليونانية والسريانية والفارسية وحتى الهندية والقبطية، حتى كتب القبط، الكتب المصرية أيضا نقلت في بيت الحكمة، كانت تترجم وتنقل في بيت
الحكمة صفحة 304. النقلة بعد ذلك يذكر النقلة ماسر جويه وعبد المسيح وحنين، يذكرهم كلهم، ثابت بن قرة، قسطى بن لوقا، يحيى بن عدي منطقي. أيضا يذكر المترجمين عن الفارسية والهندية واليونانية، عبد الله بن المقفع، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حبيب الفزاري الكوفي، منجم المنصور، أيضا هو من النقلة، وكان من علماء الشيعة. أيضا يقول وكان مرجعا في التنجيم، كان مرجع يعني في التنجيم في زمنه. أيضا أبو سهل الفضل بن أبي سهل بن نبخت، أيضا هذا شيعي، كان من ينقلون يترجمون من الفارسية إلى العربية، وهو فيلسوف متكلم وحكيم متأله وحيد دهره في علوم الأوائل، نقل كثيرا من الكتب، كتب البهلويين يعني الفرس الأوائل في الحكمة الإشراقية من الفارسية إلى العربية في أنواع الحكمة. وأيضا الحسن بن موسى النبختي، النبختيون هذو أيضا عائلة كان بزاف منهم، آل نبخت هذو كلهم من الشيعة، وكانوا أيضا من المترجمين. طبعا من الشيء الملفت للانتباه أنه النقل من اليونانية، نقلوا يعني المسلمون أو المترجمون نقلوا عن اليونانية تقريبا كل العلوم فيما عدا المسرح، المسرح والشعر اليوناني لم ينقل، هذا لم يتم، يعني الأدب اليوناني لم يتم نقله، نقلوا كل شيء إلا المسرح والأدب والشعر والملاحم اليونانية، هذه لم تترجم، لم يترجموها. إذن هذا بالنسبة لي، إذن هذا ما زال بس 6 دقائق ساعي تقدر تزيد. طيب نزيدوا 3 دقائق، معلش. هذا الكتاب يذكر تقريبا كل الفلاسفة والمترجمين السوريان، هذا الكتاب الفلاسفة والمترجمون السوريان، الفلاسفة والمترجمون السوريان، المؤلف أفرام عيسى يوسف، يبدو أنه قبطي مصري قبطي، ترجمة شمعون كوسا، طبع دار منشورات دار المدى، دار المدى سورية، دار المدى دمشق وبيروت أيضا وبغداد، عندها فروع في سوريا وبيروت وبغداد. الطبعة الأولى 2009، الطبعة الأولى 2009. هذا يذكر نعطيكم رقم فقط، لأنه ما راحش نذكروا كل أسمائهم، لأنه يجب ترجماتهم بالتفصيل وهذا راح يطول علينا. يذكر 27 من مترجما، 27 مترجما من السوريان المسيحيين، يعني السوريان فقط، مترجمون السوريان، خلينا لا نتكلم فضلا عن، لا نتكلم عن الفرس والهنود والقبط واليهود والصابئة، تكلم فقط عن السوريان المسيحيين. السوريان كان منهم 27 فيلسوف ومترجم في التاريخ الإسلامي، يعني 27 يذكرهم في هذا الكتاب كلهم بالتفصيل، وطبعا يذكر حياتهم وترجماتهم وماذا فعلوا وماذا ترجموا إلى آخره، نحن لن ندخل في هذه التفاصيل. إذن يبدو أننا في بهذا نكون قد انتهينا من هذا المحور، محور فرانشمون هذا كان أطول محور في تاريخ السلسلة، أطول العام في جنرال 34 حلقة، وهذا يدل على أهمية المحور، ماشي على جال فقط أنه حبينا نطوله. المشكل الكبير يعني، طبعا أنا كما شفت يا فتحي راني نختصر المعلومات، مثلا التفاصيل اللي جابها هنا تجاوزتها، أنا تجاوزت عن الكثير من التفاصيل. احنا برك احنا نذكروا علاش هذا المحور مهم للغايه، هذا المحور مهم للغايه لانه اي كما يقولوا جهد او محاوله لنقد التراث الديني تمر بالهذيك
يعني اللعبة يعني تاع لو جو ريتوريك اللي يقول ياك حنا درنا حضارة والمسلمين داروا حضارة، دونك المشكل ماشي في الإسلام، المشكل في ال ما تجيش هكذا برك تنتقد وكذا. لا، المشكل هذا راهو كما يقولوا كونسبستانسيال لولادة الإسلام نفسه. وحنا شفنا في 34 حلقة تاع تفكيك وهم الحضارة الإسلامية أنه لا تكنيسيتي ماشي هي التي تعمل الحضارة، لا تكنيسيتي هي التي تعمل الحضارة، ولكنها ما الناس اللي كانت عندهم هذه لا تكنيسيتي أ أوكان مومون كانوا يشهد لهم الإسلام، حرقوا حوربوا. وشفنا في ثاني كبليك ما يأتي من الخارج كان دائما بالنسبة للفقهاء وبالنسبة لحراس المعبد خطر كبير، لأنه كان يهدد لوغ مونوبولي لفهم النص. طبعا وفي الحلقة المقبلة راح تكون ملخص لهذه 34 حلقة عصارة، خطر أنا متأكد بأن هناك من لا يهمه الملخص أكثر من مشاهدة دير فقط هذه الحلقة. كما يقولوا دير مليح. لا لا طبعا طبعا راح نديروا ان جو، راح نديروا هاي عصارة خلاص. 34 حلقة. الحلقة المقبلة راح تكون ملخص لهذا المحور، ثم بعدها ننتقل إلى المحور الجديد. المهم، شكرا لك سعيد، ونشكر الأصدقاء على صبرهم، نشكرهم على شكرا لك سعيد، وشكرا للسادة المتابعين والمتابعات، وإلى الحلقة المقبلة. صحيتو.